أيضا من الأمور التي تزيد في الأعمار يعني ذكرها العلم إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء جاءت عدة أحاديث اختلف العلماء في مجموعها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: أسبغ الوضوء يا أنس، أسبغ الوضوء يطل لك في عمرك. ضعف ابن أبي حاتم كثير من هذه الطرق، وذهب الحافظ ابن حجر إلى تحسينها بالمجموع في جزء، يعني الحرص على إسباغ الوضوء وإتمام الوضوء. من الغرائب ما ذكره العبودي، العبودي هذا رحالة، الرحالة السعودي المشهور، كان يرحل لكثير من البلدان، تكلم على منطقة في الصين، في غرب الصين، عرفت هذه المنطقة بأنهم معمرون، فأجرت الصين عليهم دراسة شو سبب طول الأعمار. فلما درسوا هذه المنطقة في غرب الصين وجدوهم مسلمون، وأخذوا يتتبعون يعني أحوالهم، فذكروا من ضمن الأشياء التي فيهم قضية الوضوء، فقالوا الوضوء وغسل الرجلين هذه أحد أسباب تطويل عمر الإنسان. طبعا الآن يذكرون في علم الاجتماع وأشياء طبية، لكن نحن نذكرها من الجهة الشرعية، أن هناك أعمال كثيرة تطيل في الأعمار.